ولمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا الكرام، معنا في الاستوديو العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رأسام. مرحبا بك يا سيدي. مرحبا بكم، حياك الله. نبدأ من تصريح علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني، تحدث عن ما سماه حق حكومته في معاقبة بعض الدول العربية التي يعني ساعدت النظام السابق نظام صدام حسين في أثناء الحرب العراقية الإيرانية. هل هو مزيد من التصعيد على دول المنطقة من إيران؟ نعم، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أكيد هذا التصريح هو فيه تصعيد يعني ضد الدول العربية، وهو تلويح بأن هناك دول ساعدت العراق في الفترة السابقة. وهنا لابد من الإشارة إلى بعض الأمور والحقائق. أولا، هناك دول عربية ساعدت العراق، نعم هناك من قدم الدعم سياسي ودعم إعلامي، وهناك من قدم الدعم مالي مثل الكويت والسعودية. نعم. الحرب العراقية الإيرانية كلفت ما يقارب أكثر من 300 مليار، كانت مساهمة هذه الدول العربية ما يقارب 30 مليار، وكانت عبارة عن على شكل ديون على العراق أن يسددها بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية. وأحد الأسباب التي أدت إلى غزو الكويت هو أنه الكويت لديها ديون على العراق أثناء الحرب، طالبت بهذه الديون، يجب على العراق أن يسددها. هذا أولا. المسألة الأخرى، هناك أيضا دول ساعدت إيران في الحرب العراقية الإيرانية، مثلا الصواريخ التي كان يأخذها من نظام الأسد، الصواريخ التي كان يأخذها من نظام القذافي في تلك الفترة، إضافة إلى صفقة الأسلحة إيران جيت أو إيران كونترول. هذه أنا أعتقد بأنها واضحة، يعني هناك صفقات سلاح، أكثر من ثلاث صفقات فيها، وتم الاعتراف بها من قبل مناحيم بيغن عام 1982 بأن هناك صفقات من الأسلحة تم توريدها إلى إيران في تلك الفترة. إذن هناك كثير من الدول التي ساعدت إيران، من ضمنها الكيان الصهيوني، ومن ضمنها أمريكا عندما كانت لديها مختطفين من السفارة الأمريكية أيضا قامت بمساعدة إيران بشكل كبير جدا. هذه أيضا يجب أن تحسب وتؤخذ في الميزان، بأنه لا يوجد هناك خلاف كبير جدا ما بين الكيان الصهيوني وبين إيران، لا في تلك الفترة ولا حتى في هذه الفترة، وإنما هناك جعجعة إعلامية واضحة ما بين الطرفين. لذلك أنا أعتقد بأنه هذا التصريح هو لابتزاز الدول العربية بأنها ساعدت في تلك الفترة، بأنها قامت بمساعدة العراق، ولكن الحقيقة بأنه من قاد هذه المعركة هم أهل البلد من العراقيين، وهم الذين جرعوا إيران في تلك الفترة السم كما قال الخميني في مناظرة. طيب، هنالك مفارقة يعني إيرانية في الوقت الذي يتحدث فيه المجتمع الدولي وقادة القوى الإقليمية أن إيران هي المهدد الأكبر للأمن في مضيق هرمز وفي الخليج العربي، تخرج وتقول أنها هي الضامن الوحيد لأمن الخليج العربي، كيف يلتقيان؟ نعم، أكيد الآن هذا التصريح أنا أعتقد أنه فيه شيء من الصحة بشكل كبير جدا. أولا، من يعربد في هذه المنطقة الآن ومن يسيطر عليها بشكل واضح وكبير جدا هي إيران، وبالتالي إذا أوقفت إيران هذه الاعتداءات التي كانت على ناقلات النفط أو حتى التي طالت شركة أرامكو الآن النفط السعودية، أنا أعتقد بأنه ستميل هذه المنطقة إلى الاستقرار وإلى الأمن. من يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة هي إيران بسبب عدم تصدير النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية. لذلك هي تريد أن تضغط على المجتمع الدولي، تريد على دول العالم بأنه يجب أن يصدر النفط الإيراني لأنها تمر بأزمة اقتصادية خانقة، وبالتالي إذا لم يصدر النفط الإيراني ستبقى هذه المنطقة غير مستقرة وغير آمنة. إذن فيه شيء كثير من الصحة بأن من يزعزع الأمن والاستقرار هي إيران في هذه المنطقة، لأنه لا يوجد رادع، وبالتالي عندما لا يكون هناك رادع سوف تقوم إيران بفعل الكثير من هذه الأمور خلال الفترة المقبلة. حتى ذكرت بأن إيران تبتز دول المنطقة على طريقة ترامب على ما يبدو، ولكن مستشار خامنئي أحمد عالم الهدى قال إن كل التنظيمات المسلحة، يقصد الميليشيات في المنطقة، ميليشيات الحشد وحزب الله والحوثيين، هي تابعة للنظام الإيراني. هل هو ابتزاز كما ذكرت قبل قليل لهذه الدول؟ نعم، لا شك هذه التنظيمات المسلحة قامت إيران بتسليحها وتجهيزها وتنظيمها خلال الفترة الماضية، وكان على مرأى ومسمع من الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، بل قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الجوي والإسناد الجوي لكثير من هذه التنظيمات في العراق كما رأينا. وبالتالي الحوثي اجتاح أيضا الدولة وسيطر على الدولة، وهي عبارة عن منظمة إرهابية وميليشيا إرهابية أمام أنظار الجميع. أيضا لم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عندما تأتي حماس في فلسطين وتصل إلى السلطة عن طريق صندوق الانتخابات لا يسمح لها بأن تصل
إلى سدة السلطة، وبالتالي هم يسمحون لجهات من طوائف معينة بأن يعتلون وأن يسيطرون على السلطة وأن يأخذونها بقوة السلاح، ولكن لا يسمحون لتنظيمات أخرى حتى أن تصعد عن طريق صندوق الاقتراع. إنها الإزدواجية في التعامل، لذلك هذه التنظيمات هي تنظيمات إيرانية جهزتها إيران في الفترة السابقة، وهي تقوم الآن باستغلال هذه في حربها الإقليمية في المنطقة لغرض السيطرة ولغرض فرض المشروع الإيراني الذي أوقف أثناء الحرب العراقية الإيرانية. كيف يعني السؤال الأهم هنا هو الولايات المتحدة الأمريكية كيف ستخفف، وهي تعلن دوما أو يوما بعد يوم عن حزمة جديدة من العقوبات، حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران أو ضد زعماء أو زعامات في إيران، يعني هل تعتقدون أن هذه العقوبات كافية لردع تطلعات طهران في المنطقة؟ نعم، لو جئنا الآن إلى التصرفات الإيرانية في المنطقة نجد بأنها تصرفات عدوانية بشكل كبير جدا. نعم. منها أسقاط الطائرة، منها ضرب ناقلات النفط، أسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية أقصد وناقلات النفط شركة أرامكو، إضافة إلى التهديدات التي تطال السفارة الأمريكية في العراق أو القنصليات اللي موجودة. إذن هي تصرفات عدوانية بشكل كبير جدا. المشكلة بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت حربين في المنطقة، حرب أفغانستان وحرب العراق، وخرجت من هذه الحروب بخسائر كبيرة جدا، لذلك هي لا تريد أن تدخل بمواجهة مباشرة. حتى عندما اجتاح تنظيم الدولة العراق في الفترة السابقة وسوريا قالوا بأنهم لن يرسلوا قوات للقتال على الأرض، وإنما سيقوم بتقديم الدعم الجوي واللوجستي وسيقومون بتقديم الأسلحة وما إلى ذلك من أمور، أي لن يرسلوا قوات لغرض المشاركة المباشرة في هذه المعارك، وهذا ما حصل فعلا في الفترة السابقة. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تخوض حرب مباشرة الآن مع إيران في المنطقة، وبالتالي هي تحاول أن تضغط اقتصاديا، تحاول أن تحاصر إيران سياسيا واقتصاديا لغرض الجلوس إلى طاولة مفاوضات لغرض إبرام اتفاق جديد يضمن المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية في المنطقة. هذا ما يحصل، لذلك هي تقوم بالضغط، ولكن لحد هذه اللحظة ليست هناك أي مؤشرات على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بعمل عسكري ضد إيران. الآن هذه الضربات التي طالت شركة أرامكو في الفترة، الولايات المتحدة الأمريكية تعرف بصورة دقيقة من أين انطلقت هذه الطائرات، لأن لديها ما يمكنها من أجهزة المراقبة ومن الرادارات ومن بنات المراقبة والأقمار الصناعية، ما أن تعرف ما يجري في المنطقة بأدق التفاصيل. لكن اختلفت الرواية حتى الآن، يعني اختلفت، يعني من الذي ضرب هذه المعسكرات في أرامكو؟ لا أكيد إيران ضربت هذه، إيران سواء هي أو بإدارة من أين، يعني من العراق أو من اليمن؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعرف من أين انطلقت، ولكنها لا تريد أن تعطي كل ما في جعبتها في هذه المسألة. هي تحاول أن تضغط اقتصاديا، وتحاول الآن حتى أن ترى ما يجري في الأمم المتحدة. يمكن أن يكون هناك جلوس مع روحاني، ويمكن أن يكون هناك اتفاق، وبالتالي لا يريدون أن يستعجلون الأمور في هذه المسألة حتى أن يتم استيفاء كثير من الأمور الدبلوماسية والضغوطات الاقتصادية حتى تؤتي أكلها معي. إذا ما أخفقت السيد العقيد، يعني إذا ما أخفقت هذه العقوبات الاقتصادية والمالية في إضعاف إيران وتحقيق الهدف منها، ماذا ستفعل أمريكا وحلفاؤها؟ أنا أعتقد بأنه سيركزون على الضغط الاقتصادي، لن تكون هناك أي بوادر عسكرية في المنطقة، دول المنطقة غير قادرة على خوض مثل هذا الصراع مع إيران. هناك إشكال كبير جدا في العربية السعودية، هناك جبهة مع اليمن مفتوحة منذ 5 سنوات لم يستطيعوا الحسم لحد هذه اللحظة، هناك إشكال في مجلس التعاون الخليجي، هناك إشكالات ما بين قطر والسعودية، هناك إشكال كبير جدا في سوريا، في ليبيا. طيب لن تكون هنالك ضربة عسكرية، لماذا هذه المفارقة أو الإزدواجية مع نظامين إسلاميين؟ دعنا نقول ما من رئيس أمريكي أتى منذ 8 القرن الماضي حتى 2003 إلا وضرب العراق، حتى الذي أتى بعدهم، لكن إيران منذ أن سميت بأنها محور الشر وهي تسمي أمريكا الشيطان الأكبر لم نجد لها ضربة واحدة. نعم، أمريكا مستفيدة الآن حتى في ضربة شركة أرامكو الآن. من المستفيد من هذه الضربة؟ لو جئنا لوجدنا الولايات المتحدة الأمريكية قد استفادت من هذه الضربة بشكل كبير جدا. أولا باعت الأسلحة لمن؟ العربية السعودية بشكل كبير جدا. ثانيا يجب على السعودية أن تدفع ثمن الحماية الأمريكية التي ستقدم لها. المسألة الثالثة بأنها باعت من الخزين الاستراتيجي، وارتفع النفط الصخري الذي تبيعه الولايات المتحدة وتعتبر الدولة رقم واحد في العالم في هذه المسألة. لذلك هناك أمريكا مستفيدة من هذا الوضع الذي يجري، هي تبتز جميع الأطراف، وبالتالي إيران مطلوبة لابتزاز دول الخليج العربي وتحويل الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع عربي فارسي. نعم، الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حتى الفلاحي، كنت معنا في استوديو الرافدين، شكرا جزيلا لك. شكرا.